مشاركين أزيد من 3000 مشاركة ومشارك في هذا العرس الرياضي من هواة الجري وعدد من المجموعات الرياضية. دورة 13 تاع سباق 10 كيلومتر الدولي للدار البيضاء اللي كانت في دار مغلق في المدينة المالية للدار البيضاء، هي من أحسن يعني المدارات اللي موجودة على الصعيد الوطني بالسرعة والدقة. وحنا تنشكروا السيد عامل صاحب الجلالة على عملية مقاطعة الحي الحسني وكذلك رجال الأمن اللي قاموا بواحد الدور كبير باش يغلقوا المدار واللي عملوا لمدة 24 ساعة، وهنا تشكرهم الناس القوات المساعدة الوقاية المدنية الناس نتاع كذلك الصحة وكذلك نتاع الشيخ خليفة يعني اللي عاونونا في لي زومبيلونس. وهنا نشكر الجميع يعني الصحافة المرئية ومسموعة مكتوبة وجميع الناس اللي شاركوا، تنتمنوا لهم حد سعيد السنة القادمة إن شاء الله. تنقربوا موعد الأسبوع الثالث يوم الأحد الأسبوع الثالث 2025 لتكون دورة 14. إذن تنشكروا يعني المشاركين وكانت نتائج جيدة السنة في جميع الفئات من 5 كيلومترات و 10 كيلومترات. كنشكر الكوتش ديالي وكنشكر لي كوتش بجوج الحسن ورشيد على التام وعلى لونطريمون وعلى البروغرام اللي كيعطيوني، وبطبيعه الحال كنشكر المنظمين على هذا السباق الزوين. الحمد لله هذه ثاني مشاركه ليا وقدرت نحقق المركز الثاني. صراحه كان الجو زوين، التنظيم في المستوى وكل شيء في المستوى. بغيت نشكر كل من ساهم في هذا العرس الرياضي وشكرا لكم على كل شيء، وان شاء الله هذه بدايه والقادم غيكون افضل ان شاء الله. الاجواء كانت زوينه بزاف، تقلقنا حنا والديبار ديال 10 كيلومتر يعني كانت واحد المنافسه قويه، كنتي كتشوف كل شيء كيجري يعني حتى خصك تقاتل باش تجري. ما بانت لي النتيجه حتى درت في الباركور ديال 5 كيلومتر كنلقى راسي انا الدوزيام وحاولت نتقاتل باش ما تجيش الثروازيام تاخذ لي بلاصتي، والحمد لله قدرت نحقق. درت 5 كيلومتر احتليت المركز الثاني. المدار كان مزيان، التنظيم كان مزيان الحمد لله. كنبغي نشكر المدرب ديالي والعائله والسكريمو سكريمو وجميع المسيرين المؤطرين اللي داروا هذا التنظيم. هذا كان مزيان في المستوى، المدار في المستوى، تنظيم ما عندنا ما نقولوا. نتمنوا كاع المسابقات يكونوا في مثل هذا الشكل هذا.